مسلسل الحشاشين نزل منه حلقتين، متصور جامد قوي واخراجه جامد جدا وممثلين على اعلى مستوى، عمل مصري حقيقي تفتخر بيه. نأكد تاني الجملة، عمل مصري تفتخر بيه. حملة كبيرة قوي على السوشيال ميديا بيتريقوا على المسلسل عشان الحوار باللهجة المصرية العامية، وهم كانوا عايزينه يكون باللهجة العربية الفصحى. وبصراحة الموضوع غريب جدا ومش قادر اوصل له المعنى. يعني مثلا وقت مسلسل حريم السلطان او قيامة ارطغرل كان اللهجة السورية المعمول بيه مش يعني اللغة العربية الفصحى، وكانت الناس كلها مبسوطة بالمسلسل. فاشمعنا دلوقتي متضايقين ان في عمل مصري بيتكلم لهجة مصرية؟ عمل مصري هيتكلم لهجة ايه؟ سورية يقعد يقول لك تقبرني وعيونك. وافلام الاجنبي نفسهم الانجليزي لما بيصوروا هنا في مصر وفي نازل في السمان بيتكلموا باللغة الانجليزية. الواحد بيخاطب فئته وشعبه، ده غير ان ده احداث واشخاص في ايران، فانت لو عايز تتكلم فعلا تتكلم فارسي. عمل مصري معمول بطريقة مش طبيعية، حلو بطريقة فظيعة، مشاهد تصوير استمتعوا واتفرجوا على الديكور على الاخراج على الكاميرات اللي بتطلع بالشطات البعيدة، المشاهد الخلابة اللي مش هنعرف نعوضها تاني. المسلسل فيه تلوين حلو قوي وديكورات فظيعة ما اتشافتش قبل كده. اتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، شكرا للعمل الجميل ده.